السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى إلى محاضرتنا الثانية لهذا اليوم، ونتحدث فيها عن موضوع أثر وأهمية المذيع هنا في العملية الاتصالية، دور المذيع في العملية الاتصالية، باعتبار أننا ركزنا في محاضراتنا السابقة للأسابيع والأشهر الماضية عن صناعة المذيع وصناعة المعد. ولهذا من الضرورة اليوم أن نعرف يعني أهمية وجود المذيع، بعد أن تحدثنا عن خصائصه وأهميته وماهية المذيع وتعريف المذيع، يعني ما هو الدور الذي يلعبه المذيع أو مقدم البرامج. احنا عندما نقول المذيع عرفا يعني او اصطلاحا عفوا اصطلاحا وحتى ضمن الاعراف نعم الاعلاميه، كلمه المذيع هي لمن يقدم الاخبار، يذيع الاخبار، وكلمه المقدم هي لمن يقدم البرامج على اختلاف انواعها، البرامج يعني الرياضيه او السياسيه الاقتصاديه الرياضيه، أي نوع من أنواع البرامج وحتى البرامج الإذاعية على سبيل المثال. لكن بالمفهوم العام هو من نتحدث نحن عن من يظهر بدوره على الشاشة لينقل الرسالة، سواء كان مذيعا للأخبار أم معدا أم مقدما للبرامج. هو ضمن دائرة حديثنا وتأثير يعني وجوده على مجمل الرسالة، بل هو سيلعب دورا مهما للحقيقة، هو من سيطلق الرسالة في آخر الجهد الذي أقيم على بناء الرسالة الإعلامية من قبل المعد والفريق الذي رافق المعد حتى أن أوصل الرسالة إلى المذيع. هناك بعض التساؤلات، قال لي الأخ أحمد مجموعة من التساؤلات لم نجب عنها في المحاضرة الأولى، لا بأس أنهن نحاول أن نجيب عنها الآن. أعتقد أحد الأسئلة يقول أنه بالنسبة للسوشيال يعني الميديا تستخدم البعض منها يستخدم الفيديوهات القديمة، أو في حين أن هناك يعني أحداث متطلبات الفيديوهات، ما فهمته يعني حديثة، أليس كذلك يا أحمد؟ نعم، ولكن أعتقد أن الإنترنت انقطع، ممكن تتكلم بعد ذلك. السلام عليكم. ما في الإنترنت انقطع في هذه اللحظة بالذات منذ سنتين. ربما الإنترنت انقطع، سأحاول إعادة الاتصال. طيب هم يسمعوني؟ لا الآن لا يسمعون. لا. إذن لماذا أقول هذه؟ دكتور، لما انا حكيت انه انقطع الاتصال كان من سنتين فقط مقطوع. يعني ما قد ما كان يسمعه. يعني من اعود اقول انه اسفه، من اعود. انقطع شو بسبب انا كان عندنا السؤال الأول حول السوشيال ميديا، والسؤال الثاني تعريف الواسطة ضمن دوائر الاتصال، صح؟ صح. السوشيال ميديا يعني أسلوب القديم والحديث، يعني الفيديوهات القديمة والحديثة يقصد، هي هذا بها موضوع طويل وشيق بالمناسبة. السؤال الثالث شنو كان؟ سؤالين كانت سائلة، الثانية كانت سائلة بنت مو اللي هي سألت عن دوائر عن وساطة الواسطة. سأعيد السؤالين الأخيرين. السؤال الأول، السوشيال ميديا إعلام عليها اليوم كثيرا من مقاطع فيديو مختلفة عن الطريقة التقليدية القديمة. هل هناك فروق جوهرية في المبادئ الأساسية لعمل كلا النوعين القديم والحديث؟ هذا
يعني الفيديوهات اللي يستخدموها الناس، يقصد يعني يستخدموها الناس الفيديوهات لو شنو يعني؟ ممكن نرجع نسأل يعني هو الشخص. لا يعني أنت شفتها، أنت فهمت شيء يعني عن؟ أنا فهمت إنه الأسلوب مختلف قديم عن حديثنا. هل توجد مبادئ تحكم هذا الأمر؟ يعني أنا اليوم عندي منتج معين أو عندي رسالة معينة استخدمتها فيديوهات قديمة، هذا القصد؟ والله طيب راح أطلب من الأخ إنه يوضح السؤال. أي وضح السؤال. الآن بالنسبة لمشاركة الملف، دقيقة بس على الجهاز حضرتك، دقيقة بس أشارك الملف عشان يشوفوا الملف. يلا. هذا ما بي هذا. تابع. طيب إذن أهلا بكم مرة أخرى. يبدو أن إشكالية ما موجودة في الصوت، وهذا يعني أعيد فأذكر هذا هو ما ذكرناه عن عنصر التشويش عندما يدخل على الرسالة الاتصالية. يعني الآن يعني أو ما حدث اليوم في بداية المحاضرة، والآن يعني يصبح هناك انقطاع في الصوت لأمر ما سنعالجه فنيا طبعا. هذا هو العناصر التشويش الميكانيكي، يعني يعمل حالة من القطع والتشويش والتقليل من جودة الرسالة، لأنه يفترض أن الرسالة الإعلامية تكون مستمرة. يعني أنا أعطيك الرسالة لكي لا تنقطع، يفترض أن تهيئ لها أسباب عدم الانقطاع، لكن الظروف التي تحيط بالرسالة الاتصالية تترك أثرها. ولهذا ماذا يقولون أو يقول علم الاتصال؟ بأنه أفضل الرسائل التي تحقق نتائجها الجيدة جدا الأولى هي يعني هي الاتصال المباشر، الاتصال الثنائي، الاتصال الذي يجمع وحدة المكان من دون استخدام الوسيلة. هذا هو أفضل أنواع الاتصال، لأنه لا يدخل التشويش عليه عبر الوسائط الناقلة، لأن الوسائط الناقلة دائما ما تتعرض إلى وسائل تشويش بعدم بالعنصرين الميكانيكي، وأحيانا يعني يصير العنصر البشري طرفا في ذلك، وهذا يحدث في كبريات وسائل الاتصال أو الوسائل الناقلة للاتصال. وهذا إجابة كذلك للأخت. أنا قلت أن هناك سؤالان لم نجب عليهما بالمحاضرة الأولى بسبب الوقت، الآن نجيب عليها. تقول السائلة: تعريف الواسطة ضمن عناصر الاتصال لم يرد. هو ورد الحقيقة، لكن ربما ورد بالإجابة بالآخر، لا بأس أن نعيد هذا الأمر. فنقول الوسيلة، الوسيلة هي العنصر الثالث المهم من عناصر الاتصال، يعني وضع ثالثا باعتبار أنه في أي أمر هناك رسالة ومرسل ووسيلة. فالوسيلة الحقيقة بعلم الاتصال أو الوسائط الناقلة أو الوسائل الناقلة أو الوسيلة هي القناة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة بين المرسل والمستقبل، ويرتبط نجاح عملية الاتصال ارتباطا وثيقا بنجاح المرسل باختيار وسيلة الاتصال المناسبة لنقل المعرفة باللغة اللفظية والإشارة والحركات والصور والتمثيل. ويستعمل الراديو كما أشرنا يعني في نهاية المحاضرة التي سبقت، الراديو أو التلفزيون فيما يطلق عليه بالاتصال الجماهيري، لأن هناك اتصال الاتصال الجماهيري. ما هو الاتصال الجماهيري؟ حقيقة الاتصال الجماهيري هو نوع من الاتصال يعتمد على الوساطة التي تبعث أو ترسل الرسائل الاتصالية إلى مجموعة من الناس مختلفين في الأماكن ومختلفين في التفكير، وقد يكونون متضادين، وليس للمرسل العلاقة المباشرة معهم، هم عينة معينة أو مجتمع بعينة كبيرة جدا تصله الرسالة الإعلامية. ولهذا من أصعب عمليات رجع الصدى التي تأتينا من وسائل الاتصال الجماهيري، لأن إحصاء ذلك أو السيطرة على مفهوم أو مقدار ما وصلت إليه الرسالة لا يمكن تحديده إلا بمراكز دراسات معينة
تخضع لها الرسائل الإعلامية الواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن الوسائط موجودة، وتعريفها الحقيقي كما أشرت يعني بسؤال الأخت، الوسيلة هي القناة التي يتم عن طريقها نقل الرسائل بين المرسل ومجموعة المستقبلين، وتتكون عادة من الإذاعة والتلفزيون والصحافة. والآن الإعلام الجديد أو ما يسمى بوسائل التواصل، الآن نوصل الرسائل فيما بيننا عن طريق الأجهزة الناقلة الموجودة الآن، هي يعني الإنترنت والوسائط الإلكترونية الحديثة. هذه كلها تدخل في عالم الوسائط أو وسائل النقل أو قنوات النقل أو الوسائل الوسيلة ما تسمى به الوسيلة. والوسيلة تخضع لما تخضع له بقية العناصر الأخرى من مواصفات، يجب أن تكون محدثة، يجب أن تكون يعني على درجة من العناية، أن يتم اختيار الواسطة كذلك ما بين عدة وساط، على المرسل الرسالة أن يختار الواسطة المناسبة له، إذا كانت يعني عبر الصحافة أو عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون من هم الأكثر انتشارا. طبعا التلفزيون هو الآن في المقدمة، عندما اخترعت الإذاعة أخذت دورها الكبير في أعقاب اختيار الصحافة. فكل شيء يعني كل وسيلة لها نوع أو لها شكل ما بنقل الرسالة، ليس فقط في نوعية الواسطة، ولكن في اختيار الأجود من بين النوع الواحد. أحيانا أنت تختار لنقل رسالتك الإعلامية أو لأن تكون مستقبلا لرسالة إعلامية أن تكون يعني أن تستخدم واسطة تختلف عن الأخرى. فهناك قناة لها ميزة كبيرة في شكل الإعداد، في اللون، في استغل كواليتي اللون تبع الوسيلة الإعلامية، درجة الإضاءة، درجة يعني المخرجون القائمون على يعني الاعتناء بإخراج المادة عبر هذه الوسيلة. أحيانا كثيرة نحن لا ننتبه إلى أن موضوع الإدارة، أن تكون هناك قنوات تمتلك جهاز إداري إعلامي متمكن جدا، أوصلت هذه الوساط إلى درجة معينة، فأنت تختار من بين هذه الوساط لتكون لديك القدرة على نقل رسالتك. من الذي يختار من هذه الوساط؟ هو المرسل، من يقوم بدور الإرسال، لأنه هو صاحب الرسالة، فتكون أن يطوع الوسيلة الإعلامية لخطابه الإعلامي لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. طيب، وهناك حقيقة سؤال آخر يعني أبلغني به الأخ أحمد، هو السؤال يعني ما افتهمته أنه يسأل عن السوشيال يعني ميديا في الوقت الحاضر، هم يستخدمون الفيديوهات القديمة، هذا ما فهمته الحقيقة، يعني استخدام الفيديوهات القديمة، ما هي قواعد اختيار الفيديوهات، لماذا لا تكون حديثة، هكذا أنا فهمت. يعني إذا كانت هناك أي فهم آخر يعني أرجو أنه توضيح، لكن بالنسبة لاستخدام الفيديوهات القديمة دعني أوظف هذا الأمر لمحاضرتنا. بالمناسبة استخدام الفيديوهات القديمة، أحيانا الفيديو القديم بحد ذاته يعتبر عنصر تميز عندما نريد أن نبحث عن خلفيات موضوع ما، فيكون يعني قيمة الفيديو القديم لميزة قدمه، فاستخدام يكون جيد. وأحيانا نحتاج الفيديو القديم لكي يفسر لنا وقائع وأحداث معينة، بحيث أنه الضوابط المتبعة في الصورة التلفزيونية أو الفيديو بكواليتي معين، بإيقاع معين، بتصوير من زاوية معينة، هذه كلها تصبح غير ذات أهمية إذا ما نقل إلينا فيديو وإن كان وضوحا قليلا، لكنه يمتلك حقيقة تاريخية أو يفسر لنا حالة تاريخية معينة، لأن هنا الإعلام يدور وجودا وعدما مع المعلومة. الإعلام هو المعلومة، هو نقل المعلومة،
كيف لنا أن نحصل على المعلومة سواء معلومة في الوقت الحاضر أم في الزمن، يعني على الزمن المتوسط بعدا أو على الزمن البعيد، هذه كلها تأتي في حينها وفي أهميتها. لكن الإشكالية الأخرى ربما اللي سأل عنها السائل الأخ أو كما فهمته، أنه أحيانا تستخدم الفيديوهات القديمة في غير مواضعها، تستخدم للتضليل. يعني أحيانا كما نقول أنه يعني هذا الفيديو لواقعة معينة نقوم بإسقاطها على واقعة أخرى، لأن الناس لا تعرف مثلا هذا الفيديو إلى أن يظهر الوقت ما لتفنيد هذا الأمر أو لتفسيره، يكون قد انتشر الفيديو وقد أثر في الناس ويعتبر أداة من أدوات التضليل الإعلامي، لأن الإعلام خطورة الإعلام، هناك خط فاصل خطير في الإعلام، يعني بين أن تصل إلى أعلى درجة من درجات توجيه واستخدام وتوظيف الإعلام للمصلحة الإنسانية، وخط خطير أن تنتقل ما بعد هذه المرحلة إلى دائرة التضليل، تضليل أفكار الناس أو تضليل الرأي العام. ولدينا محاضرة، يعني أنا خصصت المحاضرة المقبلة إن شاء الله، في المحاضرات سنتحدث فيها من الآن عن الإعلام، دور المذيعين والمعدين ودور الهيئات الإعلامية أو المهن الإعلامية في توجيه الرأي العام، باعتبار أن الإعلام يشتغل على أمرين: الأمر الأول وهو الإعداد وتوظيف الحالة المعلوماتية داخل المؤسسة الإعلامية، والدور الثاني هو موضوع طرح المنتج الإعلامي إلى خارج المؤسسة، وهو الوظيفة الحقيقية أو الغاية المنشودة من الإعلام. فكيف ستتعامل منظومات الإعلام مع حكايات الرأي العام، وكيف يوظف هذا المنتج سواء أيام الأزمات أو في الأيام الاعتيادية. لذلك أنا أرجع إلى موضوع الفيديوهات، فأحيانا تستخدم الفيديوهات القديمة استخداما صحيحا عندما نريد أن نكشف عن حقيقة مضى عليها الزمان وهي بحاجة إلى كشف، وهذا بحد ذاته يعتبر أحد أهم عناصر الرسالة لتوثيق الرسالة، لأنه الرسالة الإعلامية بحاجة دائما إلى أن تكون هناك شواهد وأدلة وبراهين ووسائل إثبات الواقع. قد يكون الفيديو القديم مهما، لكن عندما يستخدم الفيديو القديم لواقع حديثة مثلا لتضليل الرأي العام، هنا تبدو الإشكالية المعينة. وهناك أحداث، على سبيل المثال أنا رافقتني يعني في حياتي المهنية حادثة ما، يعني حدثت ما، يعني كنت في إدارة قناة معينة وحدث حدث معين حقيقة لم تكن تسمح يعني الظروف النظام العام والآداب الإعلامية تفرض فرضيات مهمة أحيانا وشروط على أن تحتفظ بالمنتج وعدم طرحه، لأنه ليس من طرحه إلا ربما يعني جانب الإساءة أكثر من جانب. فلهذا حقا تحفظت عليه من باب يعني حفاظ النظام العام والآداب، لكن الناس سمعوا به والفيديو غير متداول، فبدأوا يطبقون فيديوهات يعني من هنا ومن هناك ويضللون الأخبار بناء على هذا يحدث. وهذه أحد أهم إشكاليات الإعلام حقيقة. كي لا أطيل أكثر، وأنا وعدتكم بأن تكون المحاضرة الثانية عن دور المذيع ضمن العملية الاتصالية، لأن طرفي المعادلة أو طرفي القضية التي طرحناها بمادة منهجنا للدبلوم الحقيقة هي كانت تتحدث عن موضوعين: موضوع الإعداد وموضوع المذيع. فتحدثنا بالمحاضرة السابقة عن المعد ودوره في عملية الاتصالية،
ونأتي الآن سنتحدث عن المذيع. ونذكركم في البداية عندما نتحدث قلنا من مواصفات وخصائص المذيع أن يكون أن يمتاز بأمور كثيرة. يعني أولا أن تكون لديه يعني أن يكون لديه تكون لديه القدرة على الظهور بشكل ملائم ومناسب إلى الناس أو ما يسمى بالحضور. يعني ابتداء يجب أن يكون للمذيع شخصيا الحضور والقبول أمام الناس. والحضور والقبول أمام الناس هو أذكر أنه ليس من عناصره التمييزية ما نقال عنه أنه فلان أو فلانة كذا يمتلك درجة من الجمال أو كذا، لا، هي مواصفات. قد يكون حضوره طيب من عناصره الحضور الطبيعي الذي يستند إلى جملة عوامل أخرى، حضور مع صوت مع الثقافة مع اللغة. تحدثنا عن أن اللغة من أهم أساسيات المذيع ومخارج الحروف، لأنه أنت تتكلم باللغة المشتركة على محيطك. إذا كنا نتحدث عن الإعلام على المستوى العربي أو الإسلامي من الضرورة أن تكون اللغة العربية يعني عاملا أساسيا مرجحا لمذيع الأخبار أو لمقدم البرامج، لأنه ما يجمع هذه الشعوب هو السقف الجامع العامل المشترك ما بيننا وهو اللغة العربية. وأيضا من الضرورة أنا فقط أنبه، يعني سوف نذهب إلى موضوع الرسالة كيف ستكون اللغة مهمة بالرسالة، وسيكون فقط أعطي هذه التقديمة لكي أربطها مع عناصر الاتصال وكيف ستحقق دورها في عملية الاتصال. ولكي لا أقطع الموضوع، إذن تحدثنا عن اللغة، يجب أن تكون مخارج الحروف لديه جيدة. ولهذا نحن في أكاديميتنا يعني هنا ندرس الطلاب في موضوع يعني القراءات الموجودة، القراءات القرآنية وكذا، هذه كلها معنية بموضوع الصوت، موضوع مخارج الحروف بشكل صحيح. وهنا تكتمل صفة أو صفتان أو ثلاثة أو تتكامل مع بعضها ليكون المذيع جيدا ومقدم البرامج جيدا. هناك تداخل ما بين المهن. عندما نتحدث كنا عن المعد، يجب أن تكون لديه القدرة الثقافية والعلمية والمعلوماتية العالية من خلال الاطلاع والتفاعل مع المجتمع. قد يكون المذيع يشترك معه بل يزود على ذلك، لأنه المذيع بالنتيجة سيكون متعرضا للجمهور أكثر، وسوف ينقل الرسالة الإعلامية التي قام عليها رجال كثيرون. وعندما تقول رجال ونساء طبعا من يقومون على عملية الإعداد، فيجب أن تكون لديه الكفاءة العلمية والمعلوماتية العالية لكي يكون ناقلا جيدا وممتازا للرسالة الإعلامية. كلما ازدادت المواصفات التي تمكن الإعلامي الذي يظهر على الشاشة سواء كمذيع أو مقدم برنامج، كلما كثرت هذه المواصفات الجيدة كانت الرسالة الإعلامية بدورها جيدة. هنا أبدأ في هذه اللحظة أتحدث عن مذيع يعني بدرجة معينة، مذيع ناجح، مذيع مثلا جيد، هو مذيع هناك جيد جدا وهناك مذيع ممتاز. هنا سنأتي مرة أخرى على عناصر الرسالة، العناصر العملية الاتصالية، وكيف يكون للمذيع الدور في تجويد هذه العملية الاتصالية. هنا كذلك قمنا بتحريك هذا العنصر الذي تحدثنا عنه في الأشهر الماضية وكيف يلعب دوره في العملية الاتصالية. نأتي أولا فنقول يعني عناصر العملية الاتصالية تبدأ بالرسالة. خلينا نتحدث عن الرسالة أو نتحدث عن المرسل. الرسالة من يقوم على هذه الرسالة؟ يقوم عليها مجموعة من المعدين والمحررين. أنشأوا لدينا الرسالة عموما، يعني سواء بعالم الاتصال يقوم منشئ الرسالة إذا كانت الرسالة ذاتية، إذا كانت الرسالة لوسائل التواصل
الجماهيري ستكون إذن هي رسالة التي يقوم بها المعدون والمحررون ويقومون بإنتاجها وتسلم إلى المذيع. إذن نأتي إلى موضوع الرسالة، دور المذيع في موضوع الرسالة. عندما يقوم يعني عندما تقوم عناصر إنتاج هذه الرسالة تكتب في علم الإعلام الحديث أو من سنوات الحقيقة من سنوات منذ بروز الفضائيات يعني بالتسعينات أصبح هذا الأمر إلزاما يعني في كل القنوات أن يكون هناك دور وجزء ما للمذيع أو مقدم البرنامج. بالنسبة لمذيع الأخبار ضمن هيئة التحرير، وبالنسبة لمقدم البرنامج ضمن لجنة الإعداد أو فريق الإعداد. عندما تبدأ لماذا؟ لكي يتفاعل أساسا مع الخبر، يكون على اطلاع على الخبر كما أن للمحرر الاطلاع، بل هو في سيستم يعني في سيستم إنتاج الخبر اللي موجود يعني الآن يعني بكل أنواعها الموجودة. يكون هناك جزء للمذيع يطلع على الخبر منذ بدايته من مصدره من أين أتى الخبر يطلع عليه، وإذا لديه تعديل أو بما تعديل بما يتيح له الدور ضمن دائرة إنتاج الخبر أو هيئة التحرير. لماذا؟ لأن هنا يعني المذيع سيلعب دوره ما بعد إتمام تحرير الأخبار، سيذهب إلى استوديو الأخبار ومعه كل الأفكار، لأنه سيتعرض إلى دوائر أخرى من الدوائر الاتصالية على الهواء، ليس هو فقط، سيكون هو مديرا لمنظومة متكاملة معه عبر الهواء مباشرة. سيكون معه ضيف، الضيف داخل الاستوديو، سيكون معه الضيف عبر الهاتف، وسيكون معه المراسل في العواصم، منظومة اتصالات متكاملة كيف عليه أن يديرها إذا لم يكن قد فهم العملية الإعلامية منذ بدايتها، سواء كان مذيعا للأخبار داخل قسم الأخبار أو سواء كان ضمن إعداد ثم تقديم برنامج ليكون في ضمن هيئة إعداد البرامج. إذن يجب أن يكون المذيع على درجة عالية من الثقافة، يقرأ ويتابع، وهو يمتلك ناصية الكتابة والمشاركة في عملية التحرير الأخبار أو في عملية الإعداد بالجزء الذي يمنحه القدرة على نقل هذه الرسالة بعد إتمامها من العناصر المنشئة لها. هذا لحد الآن نحن نتحدث في موضوع الرسالة. وهناك مدارس من الإعلام تركت مساحات للمذيع على سبيل المثال تقديم المقدمات، يعني هناك مدارس أعطت هذه المهمة للمذيع حصرا، لأنه هو يكتب هنا لنفسه لصوته لطريقة إلقائه، ودائما مقدمات الأخبار مقدمات البرامج هي تأتي على درجة من التناسق الصوتي واللحني ما بين المذيع وما بين من وما بين النص وما بين النص المعد لهذا الأمر. إذن هنا أصبح إيش يعني؟ أصبح للمذيع دور في الرسالة الإعلامية منذ بدايتها، منذ دور الرسالة. هنا إذن يعني وضحنا الجانب المهم من عملية دخول المذيع إلى العملية الاتصالية. يأتي الأمر الآخر، دور المذيع في الواسطة. الواسطة هو أصلاً المذيع هو واسطة. كيف؟ يعني أنه أنت أو أحد الوساطات، أنت تنقل حديثك أو حديثي الآن ينقل عبر الوسائط الموجودة. هنا أنا أمتلك الرسالة، أنا شخصيا أعددت هذه الرسالة، يعني هذا أمر دقيق ربما حتى لم يأتي إليه كتاب رجاء يعني، أو ربما لكن أنا أقوله كوني يعني عملت العشرات يعني كثيرا من السن 29 عاما كمذيع للمذيع وبالصحافة والإعلام. هنا المذيع يأتي أو يصبح جزء أو يصبح في لحظة من اللحظات هو واسطة،
جزء من الواسطة، يعني في 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 وسائل التواصل الجماهيري المذيع هو من يوصل الرسالة أو من ينطق بالرسالة عبر صوته، عبر وجوده مرسلا. يعني الرسالة أعدت والمؤسسة، جميع المؤسسة تلعب دور الإرسال، المؤسسة تلعب دور الإرسال، ومن ينطق بهذه الرسالة هو المذيع. يعني إذا سكت المذيع في لحظة، إذا اعتزل، إذا انسحب من 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 من, من, من الديسك، هنا أصبح هناك قطع مباشر للرسالة الإعلامية. هو 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 هنا سيكون جزء من عملي من الواسطة التي ستكون هي هي يعني الأداة الناقلة للرسالة الإعلامية، يعني من الرسالة إلى الجمهور. فهل هنا وقفنا وتصورنا أهمية المذيع؟ أهمية عالية جدا. كيف لهذه الواسطة، كيف لهذا المذيع الذي سيلعب دور الواسطة وسيلعب دور المرسل بنقل الرسالة الإعلامية؟ كيف له أن ينتصر على عناصر التشويش؟ كيف له أن يضع للجودة رقما متميزا عاليا بنقل الرسالة؟ إذن هنا يجب عليه أن يكون قارئا عارفا مثابرا مجتهدا داخلا في العملية الاتصالية منذ بدايتها، قادرا على التفاعل على الهواء مباشرة مع العناصر المحيطة، سواء مع ضيوفه أو مع عبر بوجودهم الفيزيائي كما يقال في الاستوديو، أو عبر ضيوفه عبر الهاتف، بل الأكثر من ذلك عبر الجماهير. هناك الآن لدينا مقدم البرامج على سبيل المثال يدخل إلى الاستوديو ومفتوح لديه وسائل تواصل من الجماهير. نعم المعد، نعم المعد وراءه وخلفه في في كنترول، يعني في غرفة السيطرة معه المخرج ومعه المعد، لكن بنفس الوقت هو أصبح الآن جزء من عملية أخرى. يعني ربما يسأل وربما يأتيه رجع الصدى من خلال وجود يعني الأدوات المفتوحة أمامه عبر وسائل التواصل داخل الاستوديو. الإعلام يعني يقفز قفزات نوعية معينة، هناك أشياء كثيرة من ألوان، من الألوان الإعلامية والطرائق الإعلامية لم يأتي عليها التعريف بعد، يعني تستحدث يوميا، تستحدث وسائل وتستحدث. فلدينا أن نتصور يعني بأهمية يعني التطور الإعلامي الذي يدور على الساحات الإعلامية. طيب، فلهذا يعني عندما نتحدث الآن نتحدث ما بين أفقين، الأفق النظري والأفق العملي. يعني نظريا يعني ما كتب أو ما من دراسات ما كتب له المنظرون في قسم الاتصال والإعلام الآن يتحدث يوميا وقائع كثيرة تتبع الوسائل التي تتقدم، وبنفس الوقت سيلعب المذيع فيها كجزء من العملية الاتصالية دور التجديد. كل منا حتى نحن يعني كمذيعين، كصحفيين، ككتاب، يعني عندما نبتعد عن المهنة الإعلامية لفترة معينة لظرف معين، قد تكون لسفرة معينة أو لإنجاز عمل، تعود فتلقى تجد هنا يعني مجموعة من المتغيرات. إذن فكيف للمذيع أن يواكب هذا الأمر أو أن يصبح جزءا من 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 التغيير الإيجابي لنقل الرسالة الإعلامية؟ إذن تحدثنا عن المرسل، عن المذيع وهو يتداخل مع إعداد الرسالة في بدايتها، وتحدثنا عنه وكيف هو بتعامله مع الواسطة وجزء منها بالنتيجة، ونأتي إليه يعني وهو لدوره في نقل هذه الرسالة وتعامله مع الأدوات المحيطة به، كيف له أن يلعب الدور المهم في هذا الأمر. سنتحدث إذن هنا عن يعني دخلنا يعني أتينا بالرسالة الإعلامية حتى أوصلناها منذ بداية تشكيلها، وجئنا إلى المكان الذي ستنطلق منه الرسالة الإعلامية. يأتي دور المذيع.
اللغة العربية، قراءة نشرة، قراءة نشرة الأخبار، نفس هذه العملية، وهو يؤدي العملية، نقل هذه العملية، هو يرسل الرسالة إلى المستقبل. كيف عليه أن يتعامل مع المستقبل؟ هناك دائرة اتصالية غير الرسالة، دائرة اتصالية بين المذيع أصبحت وبين المستقبل، انتقالها، انتقال هذه الرسالة عبر الواسطة. نعم، هناك دور للمعد أنه يحدد أو يتصور العينة التي ستنطلق إليها، لكن هذا يشاركه فيها أكثر المذيع. كيف سيعطي هذه الرسالة؟ عليه أن يتصور جملة مشاهديه، يعني العينة التي تصل إليها، فهو عليه أن يلقي هذا الأمر بدرجة ما من التعامل الصوتي، التعامل من خلال التساؤلات الموجودة، كيف يقرأها، كيف يقدمها، كيف سيدخل إلى بيوت الناس، كيف سيؤثر فيهم. انظروا إلى، يعني هذه حكاية مهمة. مذيع اليوم يقرأ خبر بالأمور مثلا الميدانية فيها لا سامح الله، يعني من يعني القتل والتشريد، عليه أن يقرأها بما يناسب هذه الموضوع، أو أنه ربما يقرأ خبرا يخص أمرا اجتماعيا تتعامل معه الطبقات داخل البيوت، يعني من الأزمة، هنا عليه أن يقرأها بطريقة معينة هنا، يعني ماذا؟ لكي يعرف المستقبل بالنسبة لديه، من هو المستقبل؟ يقرأها بالطريقة المناسبة له. هنا أصبح هو جزء مهم وفاعل بإيصال الرسالة إلى المستقبل، فكيف يعني؟ هذا هو الدور الخطير. هناك تداخلات أخرى، هواجس أخرى تأخذ دورا مهما للمذيع، وهو عبر الهواء مباشرة أو بالنسبة لمقدم البرنامج. أحيانا يؤتى بالضيف من درجة معينة ممتازة، يعني ضيف يتحدث بشأن معين، لأن الرسالة الإعلامية لدينا في الإعلام في وسائل الاتصال الجماهيري هي تعتمد على الخبر بداية، المعلومة والخبر، والأمر الآخر هو تحليل الخبر، نقد الخبر وتحليل الخبر لإيصال المعلومة أكثر إلى الناس. إذن أنت ستكون مع تفاعل آخر أو مع معادل آخر موجود داخل العملية الاتصالية، الذي هو الضيف. كيف سيتعامل الضيف؟ كيف سيتعامل المذيع؟ هناك من الضيوف من يمتلك معلومات عالية، لكنه يصطدم حقيقة بمقدم برنامج غير متمكن، ليس لديه القدرة على استثمار القيمة الفكرية والمعلوماتية لدى ضيفه، فيسقط العملية الإعلامية ويضعها في مأزق. هنا يعني أوقع المؤسسة الإعلامية في خسارة، وأوقع بالنتيجة المستقبل من الاستفادة من هذا الضيف. فكيف إذا كان المذيع على درجة من الثقافة والوعي، وعلى القدرة في استنباط الأسئلة من يعني من خلال المحيط الموجود معه، سواء كان هذا الضيف عبر الهاتف أو كان معه في الأستوديو؟ هنا لعب الدور المذيع أو مقدم البرنامج دور عالي، إما يلعب دور عالي فيبعد كل وسائل التشويش، يأخذ المعلومة بشكل صح، يتفاعل معها، يستنبط الأسئلة ويعيدها إلى المستقبل، أو أنه يخفق في ذلك. وكثير جدا من المذيعين ومقدمي البرامج عندما تضعهم على الهواء مباشرة تجده مرتبكا، خاصة إذا شعر بأنه الضيف على درجة من الكاريزما أو الحضور العالي والمعلومات العالية، يرتبك فتجده منشغلا، هل هيئ الأسئلة أم هل يعني سيتجاوز الضيف التساؤلات الموجودة لديه، فيقع في دوامات معينة تترك أثرها عليه مباشرة، فيبان الأمر هنا بقدرة المذيع على التعامل مع هذه الأدوات المحيطة به من عدمها. هنا إذا أخفق سيكون للرسالة إيش يعني أثرها السلبي، عكس ما إذا كان جيدا بالتعامل مع أدواته. منظومة إذن هي منظومة متكاملة، ليس بالسهل، يعني ليس بالسهل التعامل معها إذا لم يحدث هذا الأمر عن طريق
التدريب والخبرات والمثل الأعلى في الحياة هناك. ولهذا نحن نقول دائما بأنه من يريد أن يسلك طريق الإعلام مثل حضراتكم والآن أنتم تحضرون يعني محاضرة معينة يعني في الإعلام لغرض التزود بالمعلومات هي لكي تعملوا في مجال الإعلام أو لكي تعرفوا يعني ماهية هذا العلم، نحن نقول بأنه يعني هذا العلم علم جيد، علم فيه من المنفعة البشرية الهائلة. يعني من الواجب علينا أن نقدم الناس المحترمين الذين يعني يريدون أن يتصدروا ويتحدثوا إلى الناس في أمور دنياهم وفي أمور دينهم وفي أمور كثيرة، لكن هذا ليس بالأمر السهل. يعني عندما تريد أن تقتحم هذا المجال يجب عليك أن تدخل في منظومات من التدريب والتوعية، تدريب إعلامي وتدريب على التنمية البشرية وعلى التحدث وعلى النطق وعلى التعامل وعلى العلاقات وعلى لأنه هذا العلم يجمع مجموعة علوم أخرى متداخلة. ولهذا أحيانا يظلم، شوف أحيانا يظلم خريجو الإعلام بأن يجدون من الاختصاصات الأخرى الكثيرة من ينافسهم في مجال الإعلام. لماذا؟ لأنه هذا إعلام، هذا مجال متقبل للمعلومة وللمواهب وللجهود وللتدريب، التدريب على اللغة وعلى النطق وعلى مخارج الحروف وعلى التساؤلات كثيرة جدا جدا. وكل هذه كل ما جودت من عملية التدريب والتعرف على مفاصل هذه المهنة ترك آثره الإيجابي على الرسالة الإعلامية، الرسالة التي تعتمد بالنتيجة على رباعية ما أشرنا إليها في علم الاتصال، وهي رسالة المرسل الواسطة والمستقبل. وهنا أعود إلى أذهب بعيدا عن موضوع المذيع، كيف نعرف بأنه المذيع قد أدى دوره بشكل مناسب إلى ونقل رسالة المؤسسة؟ لأنه رسالة المؤسسة الإعلامية عادة ما تكون رسالة جيدة فتودع عند المذيع، إن إما يقدمها بشكل جيد فترتفع يعني أسهم نجاحها، أو لا سامح الله يخفق في تقديمها بشكل جيد. هنا كذلك نأتي على المصدر الآخر وهو المصدر الرابع في العملية الاتصالية وهو المستقبل. كيف سيستقبل هذه الرسالة من هذا المذيع؟ هل أجاد المذيع دوره بحيث أوصل الرسالة إلى شلها القمع على شد المستقبل نحوه؟ يعني هل وفر للمستقبل أجواء عدم الانقطاع؟ الانقطاع من ماذا؟ من خلال استمرارية المذيع بالتحدث بشكل جيد وبلغة جيدة وبتساؤلات أخرى وبتفاعلات، وحتى من خلال النظر ومن خلال إشارة اليد عوامل احترام وشد المستقبلين نحوه. هنا يأتي الدور الآخر وهو دور المستقبل، ولن ينتهي عند فكرة أن المذيع نقل رسالة وأوصلها إلى المستقبل فقط، بل علينا أن نكون قد تأكدنا بأن المستقبل بعد أن استقبل هذه الرسالة أثرت فيه. وهذا هو عنصر التمييز الحقيقي بوصول الرسائل الإعلامية، أن تكون الرسالة الإعلامية قد وصلت إلى المستقبل وقد أثرت في سلوكي، قد تقبلها. يعني على سبيل المثال هناك ظرف طارئ ما، نحن الآن نمر بمراحل، بمرحلة مرنا بمرحلة من مراحل التاريخ قلما تمر بها الأمم، على سبيل المثال موضوع الحجر كورونا، هناك تبليغات دولية بالتزام البيوت، أن تلتزم بيتك. أعددنا مادة معينة عن هذا الخبر بالصورة يعني بإنتاج الصورة، سواء صورة حقيقية أو صورة ثابتة أو فيديو، أو عملنا بالجرافيك أو عملنا يعني مؤثرات معينة. هنا كيف سينقلها المذيع؟ كيف نفهم بأن المذيع أثر في الناس فغير في سلوكهم فالتزموا البيوت؟ هنا أنا هذا ما أقصده، لأن أثر في السلوك. هناك من يقدم برامج لديه درجة عالية من الإقناع
نعج جماهيري فيقول لهم، يطرح لهم موضوع أهمية أن تكونوا في البيوت، لأنه العزل الاجتماعي أمر يقطع انتقال الفيروس يعني ضمن أبعاد معينة، ويمنع اتصال الآخرين المسافرين أو القادمين من منطقة أخرى، وهذا درجة انتشاره تكون بهذه السرعة، ودرجة هناك من لديه القدرة على نقل هذا المفروض على أن على أن على أن يوفر الضيوف المناسبين لنقل هذه الرسالة أو بالمساعدة على هذه الرسالة. كيف لنا أن نكون قد تأكدنا من التأثير على المستقبل؟ سنكون من خلال رجع الصدى، نقول بأنه يعني في اليوم الذي صدر به هذا الأمر وقد أطلقت هذه الرسائل إلى الجمهور، قد تأثر الجمهور بنسبة 50% لم يخرج من البيت والتزموا موضوع الحجر الصحي. هنا أثرت الرسالة الإعلامية عموما، أثرت الرسالة الإعلامية في الجمهور المستقبل، لكن هذه الرسالة الإعلامية فيها مجموعة من العناصر التي أدت الدور المهم بهذه الرسالة، ابتداء من موضوع الإعداد الفكرة والمعد الذي أقام هذه الفكرة وحدد لها الأهداف وهيأ لها فريق العمل من مصورين ومن متابعين ومن كذا، وأنشأ لها سياقات وصولها إلى المذيع عبر كل مراحلها. وهنا جاء دور المذيع، وقبل ذلك بالمناسبة وهي كذلك أدوار مهمة داخل المؤسسة الإعلامية، الإدارة، كيفية قيام الإدارة الإعلامية بتوظيف هذه العناصر لأداء دورها بشكل صحيح ضمن حلقات إدارية سلسة غير متقاطعة فيما بينها تقاطعا، بحيث يمنع وصول هذه الرسالة. إذن الإدارة الإعلامية كذلك لها الدور الكبير جدا لوصول هذه الرسائل. إذن يعني كل يعني مهنة من هذه المهن داخل المنظومة الإعلامية أو نوع من هذه الأنواع الإعلامية لها دور في نقل الرسالة، وليس هناك حديث عن رسالة أو نجاح رسالة معينة إلا أن تكون قد وصلت إلى المستقبل وقد أثرت فيه تأثيرا مباشرا. إذن يعني نبقى في حدود يعني موضوعنا هذا، وهو يعني أن نفهم دور أو أدوار العناصر الإعلامية الموجودة في إيصال الرسالة الإعلامية، سواء كان معدا أو محررا أو مذيعا. لكنه بما أنه إحنا يعني كان خيارنا بهذا الدبلوم أو اخترنا موضوع المقدم العفو معد البرامج والمذيع الذي أطلقنا عليه اصطلاحا المذيع، وكنا نقصد به طبعا المذيع ومقدم البرامج ودور كل واحد منهم في عناصر الرسالة الاتصالية. أنا أكون بهذا الموضوع يعني قد وصلت أو أعتقد أننا وصلنا إلى 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 فكرة تحريك هذه الكتل، يعني كيف لنا أن نتصور أو نعطي تصورا معين للمعد البرامج كيف يتحرك ضمن منظومته الاتصالية، وكيف للمذيع أن يلعب دورا مهما ضمن موضوع منظومته الاتصالية، لأنه أي كتلة من الكتل الموجودة داخل المؤسسة الإعلامية هي مسؤولة عن دائرة الاتصال، وهي جزء لا يتجزأ منها. إذا كان هناك يعني تساؤلات يعني حول هذه الموضوع هذه المحاضرة سنستقبله، سنأخذ فيه تساؤلات. بالنسبة للأخ اللي سأل عن السوشيال ميديا، نعم الآن وضح سؤاله، يقول أنا قصدت من سؤالي عن السوشيال ميديا أن طريقة كتابة المقاطع المرئية هل هي مشابهة لطريقة معينة من الطرق التقليدية كطريقة سيناريو الفيلم الوثائقي أو فيلم الدراما؟ هناك طرق حديثة في عرض المحتوى المرئي تعمل عليها قنوات عديدة على اليوتيوب وغيره، فما هي طريقة كتابة السيناريو لهذه المقاطع؟ هل هناك اسم معين لهذه الأشكال؟ هذا هو السؤال.
شكرا جزيلا. هو واضح يعني الان الامر بشكل مختلف، وكنا يعني افادنا بما تكلمنا بموضوع اخر. اشوف موضوع للتلفزيون هو حديث، هذا حديث عموما يعني للاشياء المرئيه، وناخذ تجربه التلفزيون يعني نسقط تجربه على تجربه اخرى. احنا في الاعلام المرئي يتناصف يعني الموضوع، بل اكثر احيانا تذهب العنايه بموضوع الصوره الفيديوهاتيه، لانه نحن نكتب في الاعلام في التلفزيون، نقول نحن نكتب للصوره. احنا امام امر يعني، وهذا اعتقد ان قلت في البدايه، احيانا انه الصوره موجوده، يصلك الفيديو لحدث معين وانت تكتب لهذه الصوره. لماذا؟ لانه الكتابه للصوره هي مختلفه عن الكتابه في الصحافه، الكتابه المقطعيه. يعني احيانا حتى في الخبر، انت في بدايه الخبر عندما تتحدث تقول مثلا، على سبيل المثال تقول مثلا زار الرئيس الفلاني رئيس الدوله الفلانيه، في البدايه تذكر الرئيس وتذكر الاسم، في 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 الفقره الثانيه ربما تذكر فقط الصفه، في الفقره الثالثه تذكر اسم الاب. هناك لماذا؟ لانه هنا الصوره ستساعدك في الكلام. انت تتكلم عن شخص معين، عندما تظهر الصوره لا داعي لذكر اسمه في احيان كثيره. هاي كتابه الى الصوره. احيانا الصوره تاتيك حدث وانت تكتب لها، واحيانا هناك طرق من الاعداد انه انت تختار الموضوع في ذهنك وتذهب بالكاميرا الى مواطن معينه لتصوير ما هو متخيل لديك. انت تذهب الى الصوره، يعني ليست الصوره هي التي تاتي اليك فتكتب لها. هناك هذا فرق ما بين الامرين. نحن نتحدث عن الكتابه في السوشيال ميديا، نطابق يعني الكتابه مع الصوره. هذا الامر الحقيقه هو يحتاج الى جوده معينه والى تخصصات، يعني كنت اقول تخصصات عاليه. في وسائل التواصل الاجتماعي هناك دورات مقامه حقيقه وهي مهمه، يعني ياخذون فيها دورات معينه كيف يعملون تقطيع للصوره والكتابه للصوره. وهناك تميز ضمن وسائل التواصل الجماهيري باعتبار التخصص الاكثر اللي يقومون يعني نقوم يعني به بانشاء المحتوى، سواء المحتوى الاخباري او المحتوى البرامجي، كما يقوم يعني الاخرون او يقوم يعني منهم غير المتخصصين بهذا الامر بانشاء محتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي. انا اعتقد بانه اي محتوى من المحتويات يعني هو بحسب طبيعتها، انت عندما تريد ان تنشئ الوثائقي، انت عليك ان تربط يعني عاده يعني ربط. هو لماذا وثائقي؟ هو وثيقه لما مضى وعلاقه ما مضى باليوم. فلهذا انت تحتاج الى الصوره القديمه، كيف تحاكي او تكتب للصور القديمه، وكيف تجعل من الحاضر الذي انت تريد ان تربط الحاضر الماضي بالحاضر بوسائل جديده. يعني هذا هو التنوع الذي تفرضه الكتابه يعني الكتابه للصوره، سواء كتابه للصوره على مجال الوثائقي او على المجالات الاخرى. وهناك حقيقه اختلافات كبيره، يعني دوائر انتاج العمل الوثائقي مختلفه عن دوائر انتاج الخبري. المساله الخبريه السريعه، لان العمليه الخبريه السريعه هي يعني عمليه محدوده بخبر معين، لكنه الوثائقي تحمل عبر مسافات الزمن كثير من المتغيرات. انت تكتب عندما تكتب مثلا التحول في مصر ما بين الملكيه والجمهوريه، في حينها انت تكتب، انا اتكلم عن اخبار بالمناسبه يعني، في حينها يعني عندما تكتب هذا الامر يعني قبل مثلا 70 سنه انت كانت لديك ماذا؟ كانت لديك صوره محدوده وحدث بحدود معينه، اما عندما تكتب عنه يعني هذا اليوم من الخمسينات الى هذا اليوم، بدايه الخمسينات الى هذا اليوم، انت لديك اصبح كم هائل من المواد المحيطه بهذا الحدث. فكيف عليك ان تنسق العمليه الفكريه يعني ما بين وثائقي يمتد الى 70 سنه الى هذا اليوم، لتربطه مثلا بإلقاء الأثر او الاختلاف ما بين ثلاث او اربع مراحل.
يعني هنا نتحدث إذن عن وثائقي، كيف نكتب للوثائقي وكيف نكتب للحدث في حينها. يعني عندما كتبنا عن الحدث التحول من الملك إلى الجمهوري، غير أن نكتبه عندما كان خبرا، غير أن نكتب عنه عندما أصبح وثائقيا لهذا اليوم. يعني الكتابة للصورة هو فن، بل هو من أدق الفنون الإعلامية، لأنه أحيانا تجعل ليس كتابة، أحيانا تجعل الصورة مع الموسيقى، تدخل الآن الصورة مع الموسيقى تعطي إيحاءات معينة وتؤثر في الرأي العام، أحيانا صورة ستر ثابتة من دون حديث، حركة معينة، حركة يد، حركة في العين، حركة في لذلك تكون يعني هذا هو فن حقيقة، ويتمايز به الإعلاميون يعني كثيرا فيما بينهم، بل البعض منهم يعني يعتبر أنه من يجيد الكتابة إلى الصورة بمختلف أنواع الأمر، سواء كانت الوثائقية أو على مستوى الأحداث الدائرة أو حتى على 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 مستوى تسويق المنتج العام، منتج تجاري، منتج اقتصادي، باعتبار أنه الآن وسائل الاتصال، عندما نتحدث عن وسائل الاتصال نتحدث عن وسائل الاتصال العامة دون تخصيص وسائل الاتصال الجماهيري التي هي مختصة يعني بالإذاعة والتلفزيون أو الصحافة. فهذا الأمر الذي يعني أعتقد أنه يعني كأجبت ربما أنا في يعني في 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 إجابات يعني عموم يعني عامة، وخصصنا هذا العام ببعض يعني ببعض الشواهد التاريخية. أعتقد أنه يعني إذا لم تكن هناك تساؤلات أخرى فقط يعني حاول أن أنهي يعني هذه المحاضرة لهذا اليوم، وهي محاضرة إن شاء الله تكون قد يعني أو وصلتكم رسالتي فيها، لأنها رسالة مهمة قمنا على بها بتحريك الحقيقة، تحريك مفاعيل محاضراتنا السابقة ما بين دورين مهمين. الدور الأول هو دور الإعلام، دور المعد في العملية الإعلامية، ودور المذيع في العملية الاتصالية وأهمية ذلك. وقربنا من مفهوم من لم يدخل ربما في المؤسسة الإعلامية أو يريد أن يدخل في المؤسسة الإعلامية، ليس هناك بالمطلق انفصال ما بين لقب إعلامي ولقب آخر. المذيع متداخل مع المحرر، متداخل مع مقدم البرنامج متداخل مع الإعداد ومع المخرجين، لأنه ليس هناك فصل في العملية وليس هناك نهايات سائبة. طبعا كل متداخلة فيما بينها، لأنها جميعها الحقيقة هي جميع هذه الألقاب المهنية تشكل الرسالة الإعلامية للمؤسسة، وبنفس الوقت كل واحد بهم يمثل جزء من هذه الرسالة الإعلامية. وليس هناك رسالة إعلامية وليس هناك علم اتصال ما لم تكتمل العناصر الأساسية الأربعة في علم الاتصال مع أمرين مهمين تعتبر البعض يعتبرها من العناصر الثانوية، اللي هي موضوع رجع الصدى وبعدها موضوع التشويش كمؤثر أحيانا سلبي على الرسالة الإعلامية. وأعتقد هناك أسئلة. طيب آسف يعني إذن هل البرامج الساخرة والفكاهية تعتبر ذات رسالة عالية أو توجه يؤدي رسالة تؤثر في الجماهير؟ فكاهية والساخنة طبعا أكيد هناك. أشوف يعني تأثير الجماهيري يأتي هو أعلى تعودنا، يعني أعلى تأثير جماهيري الآن هو يصل ما بين يعني الأنواع من الحوار أو البرامج اللي هي يعني تثير الجدل، يعني هناك يعني قدح الرأي بالرأي الآخر على درجة من السخونة. لماذا؟ لأنه ثبت من خلال يعني تقديم البرامج أن المعلومات المراد استخراجها من الأطراف الموجودة أو المتفاعلة
إذا لم تقدحها بالرأي المعاكس لا تظهر، ولهذا يقولون ضدها، لأن اجتمع حسنا والضد يظهر حسنه ضده، أو جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. شوف يعني 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 المختلفات من الأمور تنشئ حالة قدح للفكر فتخرج بها المعلومة. إذن الأمور يعني البرامج الساخنة هي أكثر برامج تصل إلى الجماهير، لأنه هي تستفز حالة الانتباه لدى الجمهور، تكون مؤثرة وهي هي هي جيدة، ولكنها تحتمل على خطورة معينة أحيانا، يعني الاندفاع بها إلى الأعلى تذهب إلى تجاوزات كثيرة على النظام العام كما نقول يعني وعلى الآداب. لكن هذا لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى البرامج الساخنة، لا، نحن بحاجة لها لاستنهاض المعلومات، لكن علينا أن نكون يعني في إطار احترام القيم والنظام العام. البرامج الفكاهية طبعا يعني أنت هذا لون من الألوان الإعلامية القديمة، الإعلامية القديمة اللي هو يعني يتعامل مع يعني مع مع مع, مع, مع شاعر الناس، واستخدام النكات أو النكتة أو استخدام الطرفة، هذا موجود يعني حتى في كل المجتمعات، يعني حتى في يعني في المجتمعات الملتزمة أحيانا تميل إلى هذا النوع، لأنه حتى يحاكي رغبة مهمة في الناس. بالعكس يعني أحيانا البرامج يعني الثقيلة لها جمهور معين من النخب لكن هناك جمهور واسع يبحث عن موضوع مثلا تقديم الفكاهة، لكنه على أن يكون هناك يعني التزام ما لا يؤذي، أن لا يؤذي الآخرين في مشاعرهم، أو أن ينتقص من قيمة الناس، لأن الانتقاص بالنتيجة من قيمة الناس حتى وإن حقق ربما شهرة معينة أو حقق فكاهة معينة أو انتباه معين، لكنه أخل بخصوصيات كثير من الناس. يعني طرفة يعني طرف بسيطة بس ما نذهب بها بعيدا. نعم لا. طيب يعني بهذا الشيء يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم كي لا يعني أخذ من جهدكم الكثير. أعتقد أننا وصلنا إلى مقاربة يعني معينة بموضوع من عنوان هذا الموضوع، وأسقطناها على الواقع النظري والعملي. ونحن عندما ندرس هذه المادة أو غيرها من المواد الإعلامية نحاول أن نحافظ على سياقين فيها، السياق الأكاديمي وهو مطلوب طبعا تقعيد قواعد المهنة، والسياق الفني أو التنفيذي أو المهني اللي احنا خضنا به مخاضات المهنة عبر السنوات. بإذن الله نكون قد حققنا المفهوم والغاية من الموضوع دور معد البرنامج أو دور المذيع أو معد البرنامج في الرسالة الاتصالية أو في عوامل الاتصال. وأنا فقط أقول بعد قبل أن أقول أودعكم أقول لكم يعني علم الاتصال علم كبير ليس له حدود، نحتاجه في كل نشاطات حياتنا. فإلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في محاضرات مقبلة أتمنى لكم التوفيق وادعوا لنا بالخير. جزاكم الله خير في هذه المتابعة، وإلى أن ألتقيكم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.